يعقد في مدينة الشارقة ابتداء من الأحد ولمدة يومين المنتدى الدولي للاتصال الحكومي 2016 في دورته الخامسة. ويهدف المنتدى إلى تحسين دور المجتمعات والحكومات في تطوير قطاع التعليم ومواجهة التطرف ودور المرأة المجتمعي وكذلك دور الاتصال الحكومي وصناعة الثقافة الإنسانية والتعامل مع الكوارث الطبيعية والإنسانية. للمزيد عن المنتدى ينضم إلينا في الاستوديو سلطان بن أحمد القاسمي رئيس المنتدى الدولي للاتصال الحكومي ورئيس مؤسسة الشارقة. أهلا وسهلا بك، حياك الله. الله يحييك. طيب بداية خلينا نتكلم عن تطوير قطاع التعليم ودور المجتمعات والحكومات فيه. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. أولا نشكركم على الاستضافة ونتمنى إن شاء الله يعني نكون في هذا المنتدى يكون منتدى ناجح ويستفيد من الجمهور. طبعا اللي ذكرت هذا أول جلسة في هذا المنتدى. المنتدى يبدأ يوم الأحد إن شاء الله، الجلسة الساعة 9 صباحا راح تكون بهذا العنوان، تركز على قطاع التعليم. فنحن نحاول من خلال موضوع المنتدى ككل اللي هو نحو مجتمعات ترتقي أن نركز على دور المجتمعي في مش فقط في دولة الإمارات ولكن على في أي مجتمع. فنرتقي بالمجتمع، نرتقي بالحكومة، نرتقي بأساليب الاتصال بين المجتمع والحكومة، فمن خلاله نركز على التعليم، نركز على الصحة، نركز على الأشياء التي تدخل في المجتمع سواء من كوارث طبيعية أو من تطرف. أيضا عندنا يعني جلسة عن التطرف، ف كيف يؤثر المجتمع على التطور في الحكومة أيضا. جميل جميل. طيب ما هو دور خلينا نقول الاتصال الحكومي في الارتقاء بهذه العملية التعليمية بشكل عام؟ والله الاتصال الحكومي ضروري. نحن يعني نعيش الحين في عصر صار الكل صحفي والكل متحدث والكل يصل صوته إلى من يريد، فنحن نحاول أن نوصل صوت المجتمع وصوت الشباب خاصة إلى المؤسسات الحكومية سواء كانت تعليمية أو مؤسسات أخرى. فكل ما يوصل هذا الصوت كل ما المؤسسات تكون مستعدة تستقبل كل ما هو جديد قبل أن تبدأ في مرحلة نشر مثلا برنامج جديد. أو نحن دائما نقول المؤسسات تجتهد وتقول أنا بنزل اليوم أبليكيشن جديد ولا بنزل شيء جديد، لكن نزول الأبليكيشن ليس هو الحل. الحل أول الأبليكيشن، هل يفيد الجهة التي راح تستقبلها ولا لا. ف صوت الشباب وصوت المجتمع ككل يجب أن يصل إلى المؤسسات الحكومية ويصل إلى الإعلام. يجب أن يكون هناك اتصال حكومي بين المؤسسات وبين الإعلام، بين المؤسسات وبين الأفراد، لكي يعني تكتمل المنظومة ويكون يعني يثمر في النهاية هذا بشكل بالضبط ناجح يعني. بالضبط إن شاء الله. جميل. طيب شيخ سلطان، يعني خلنا نتكلم عن دور المرأة في هذه الجلسات. في جلسة مختصة بدور المرأة؟ أكيد نعم، إن شاء الله هذه الجلسة راح تكون سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي قرينة صحيح بسمو حاكم الشارقة ستلقي فيها كلمة، وراح تكون جلسة مخصصة للسيدات وتركز على دور المرأة في المجتمع. فنحن حاولنا في هذا المنتدى أن يعني نركز على عدة محاور مهمة في هذه الفترة، منها يعني دور المرأة في المجتمع. فإن شاء الله الجلسة في اليوم الأول، الجلسة أظن الأخيرة راح تكون الشيخة جواهر راح تكون هي أول المتحدثين، وكذلك جلسة مع مجموعة من المتحدثين أيضا. جميل. إن شاء الله. جميل. طب ممكن نأخذ فكرة عن المتحدثين بما أنك ذكرتهم بالذات؟ أكيد. من خارج الإمارات؟ أكيد. نحن عندنا تقريبا يعني متحدثين من حوالي 13 دولة من كل أنحاء العالم. كل المتحدثين بما فيهم المحاورين يصلون إلى حوالي 30 شخص. عندنا من أهم المتحدثين في اليوم الأول طبعا صاحب السمو حاكم الشارقة راح تكون له كلمة في هذا المنتدى. الدكتور سلطان الجابر راح تكون له كلمة أيضا. الدكتور سلطان الجابر يعني نتشرف بوجوده في أول يوم. أمل علم الدين كلوني راح تكون أيضا متحدثة في هذا اليوم. ماري روبنسون رئيسة إيرلندا السابقة راح تكون موجودة. يعني عدة أسماء كبيرة. نحن نحاول أن
نستغل هذه الأسماء أو نستغل خبراتهم في هذا المجال بحيث أن يثرون المنتدى بخبراتهم إن شاء الله. جميل. طيب الآن يعني يمكن قاعدين نشوف المنتديات مؤخرا كثير منهم صاروا مثلا يستعينوا بالشباب. نعم. شباب السوشيال ميديا بشكل صح. عام علشان انه ممكن انه الاهداف اللي في المنتدى هذه تصل الى الشباب. ما كان في تعاونات بينكم وبين الشباب في السوشيال ميديا؟ بالعكس، تعاون كبير بيننا وبين الجميع من الشباب. يعني نحن يمكن في اول دوره من المنتدى ركزنا ايضا على الشباب وركزنا على مجموعه ناجحة في السوشيال ميديا. هذه السنة أيضا ركزنا على الشباب وركزنا أيضا على، يعني إذا أتكلم غير عن الجلسات نفسها في المنتدى، هناك أيضا جلسات تفاعلية خارج المنتدى، هناك ورش عمل، هناك تدريبات خارج المنتدى. واحدة من الجلسات التفاعلية راح يكون هناك يعني جلسة عن الابتكار، وتكون جلسة شباب كلها وفيها نقاش يعني متبادل بين المتحدثين. جميل. وبين الشباب، وفي نظام تصويت، وفي يعني كل هذا إن شاء الله راح يصب في مصلحة الجمهور اللي راح يحضر. أيضا كنا في عام القراءة، هناك قسم خاص بالقراءة، عندنا مؤسسة ثقافة بلا حدود في إمارة الشارقة دائما تركز على أن يكون هناك مكتبة في كل بيت وكل كل شخص يقرأ، يعني فأيضا لهم ركن. ونشكر كل أيضا اللي راح يكونون موجودين معنا ويساهمون في إثراء هذا المنتدى، سواء من الذين دعمونا في نجاح المنتدى أو من اللي شاركوا مثلا القافلة الوردية التي تدعم يعني الكشف عن السرطان، وكل هذه المجموعات راح تكون موجودة معنا أيضا إضافة لهذا المنتدى. طبعا المنتدى يبدأ يوم الأحد، لكن من الآن بدأتوا تعملوا ورش تدريبية وتجهيزات لهذا المنتدى؟ نعم، المنتدى إن شاء الله يبدأ يوم الأحد، هو يوم الأحد والاثنين هناك بعض المحاضرات أو الورش التدريبية الموجهة إلى فئات معينة في إمارة الشارقة، وبدأنا بالفعل فيها. التجهيزات تقريبا جاهزة، نتمنى إن شاء الله خلال هاليومين نكون جاهزين 100% ونستقبل ضيوفنا إن شاء الله خلال هاليومين، ونتمنى إن شاء الله النجاح لهذا المنتدى. طيب يمكن أخيرا خلينا نتكلم عن جائزة الاتصال الحكومي. نعم، جائزة الاتصال الحكومي هي إحدى يعني مخرجات المنتدى. المنتدى في كل سنة هناك توصيات، ونحن في كل سنة نتأكد أن كل توصية تطبق، وكل توصية خرجت من هذا المنتدى طبقت. إحدى التوصيات كان هو استحداث جائزة للاتصال الحكومي، وهذه الجائزة كنا دائما يعني تأتي بعد المنتدى بفترة، ولكن نحن حبينا أن نكبر من قيمة هذه الجائزة ونجعلها من خلال المنتدى، بحيث أن المكرمين من الدوائر الحكومية في دولة الإمارات أو حتى على مستوى دول الخليج تكريمهم يكون بين كوكبة من الإعلاميين وبين الأشخاص المتحدثين يعني الكبار في هذا المنتدى، فندعمهم يعني بهذه الجائزة التي مثل ما ذكرت هي إحدى مخرجات المنتدى، ومنها أيضا مخرجات أخرى كانت مثلا وحدة الاتصال الحكومي في مركز الشارقة الإعلامي وفي الدوائر الثانية. فكل التوصيات إن شاء الله تطبق من خلال المنتدى بما فيها الجائزة، وإن شاء الله أيضا في هذا المنتدى الدورة الخامسة ثاني يوم راح يكون هناك مؤتمر صحفي نعلن عن المبادرات والمخرجات ونطبقها إن شاء الله. كل التوفيق إن شاء الله، وسعدنا بلقائك. موفقين يا رب. وأنا اللي أعرف أنه أيضا يتم استعراض التجارب العالمية الناجحة في التعليم للاستفادة من ذلك. أكيد أكيد. إن شاء الله موفقين يا رب. شكراً. وينال النجاح. شكرا جزيلا. شكرا.